السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل متابعيني متابعين قناة هنموت عاملين ايه النهاردة؟ معنا اكلة اقتصادية، طبق فلفل الوان باللحمة المفرومة والزيتون، شهي ولذيذ هيعجبكم ان شاء الله. والنهاردة الجمعة، الصلاة على النبي مفتاح الرحمة، صلوات الله عليك يا رسول الله. يلا بينا ثواني ونبدأ طبقنا، تابعوني. بسم الله الرحمن الرحيم. عندنا حلة فيها زيت، حطينا فيها البصل اللي احنا قطعينه، وبعدين هنضيف له اللحمة المفرومة ربع كيلو كده، ولا عندك حتتين مسلوقين اعمليهم في الكبة بتاعتك وهاتيهم ما جراش حاجة، وملح وفلفل اسود وورق لوري وجوز الطيب نبشر شوية يعني حتة منها صغننة لحد ما اللحمة المفرومة ايه تتعصق كده شوية. انا برضو هسيب لكم وصف اللحمة المفرومة والرابط بتاعها في كومنت مثبت. هنا بقى صلصة حطيناها بعد ما اللحمة نشفت شوية، هنا بقى بصل احنا مقطعينه زي ما انتم شايفين جوليان، وفي زيت على النار يتشوح حاجة بسيطة. هنكون محضرين فلفل الوان ومقطعينه زي ما تشوفوا دلوقتي، ايوه اهو، اكلة بسيطة حاجة بسيطة، ويعني بايه نعمل طبق محترم برضو لولادنا وكده، وعشان يعني ندور اي حاجة عندنا حتى اللحمة موجودين مسلوقين نعملهم نفرمهم حتة لحمة جراش حاجة ربع كيلو اقل من ربع كيلو حسب، يعني انت جيبي اللحمة المفرومة وخدي منها حتة اعملي بيها شوية الفلفل الالوان دول وشوية زيتون، هتبقى اكلة محترمة تتاكل مع مكرونة. دلوقتي الفلفل اللي احنا مقطعينه ده البصل بس يتشوح شوية اهو هنضيفه، وطينا عليه النار، ده ما فيهوش ميه خالص يا جماعه، وملح وفلفل اسود وكمون اهو دبل شويه، هنقوم معريينه بقى ونحط له ايه اللي هنشوفه دلوقتي. ده ما بتحطلوش ميه خالص، واهم حاجه النار واطيه عليه، الاكله دي عايزه النار واطيه عليها. اكله بسيطه وجميله وفي نفس الوقت سريعه واقتصاديه، مفيهاش اي حاجه يعني. هنغطي عليها ونوطي عليها النار، يعني لو بكم فلفلية هتعملي الطبق ده، كم فلفلية وحتتين لحمة مسلوقة عندك تفرميهم، او ربع كيلو لحمة مفرومة حسب انتوا عددكم كام وحسب عندكم ايه، ويتاكل جنبها شوية مكرونة وجميلة، او تغمزوها يعني كما تريدون as you like. وادي شوية بقدونس بعد ما وطينا عليها النار وسبناهم سبنا الفلفل يدبل من غير ميه، وادي فلفل مقطعينه اسود اخضر اسود واخضر براحتكم، قطعناه كده وهنضيفه عليه الزيتون طبعا يا جماعه، يعني في اي اكله بصراحه جميل وقيمه غذائيه لاولادنا، يعني ضفنا كذا حاجه اهو. هنضيف الزيتون والبقدونس واللحمه المفرومه اللي احنا عصجناها، هسيب الرابط اللي انا كنت مدخله، يعني في اكلات انا مدخله فيها لحمه مفرومه هسيب لكم، انا بسيب في كل فيديو اكل بسيب الرابط الاكل اللي قبل كده عشان اسهل لكم انكم تدخلوا تشوفوا الاكل اللي انتوا عايزينها. وهنحط اللحمه المفرومه المعصجه عليها وهنوطي النار ونسيبها تستوي مع نفسها خالص، طبعا هي كده عليها الملح والفلفل الاسود والكمون بتاعها ومش محتاجه اي حاجه تاني، خلاص تتاكل جنب مكرونه جنب رز بتتاكل تتغمس بعيش، ما فيش يعني كله تمام، تنوع اطباق وتنوع افكار. اهم حاجه ما تحطيش ميه خالص، هي الاكله دي بتتعمل كده، هي منها فيها وتوطي النار وتغطيها هتستوي من بخارها.
بس. وهنا هنحط اللحمة المفرومة المعصجة بتاعتنا عليها ونغطي عليها. خلاص كده اكلتنا خلصت، مفيش مية خالص، وبالهنا والشفا. اكلة لذيذة وسريعة واقتصادية، وهي بعد ما عملناها وخلاص استوت وتمام. ده هو الطبق في يعني التقديم بتاعنا. يا رب تكون كل يا رب تكون اكلتنا دي عجبتكم، وكل اكلاتنا ان شاء الله عجبتكم وهتعجبكم باذن واحد احد. ربنا يجعلني عند حسن ظنكم. اشوفكم على خير في اكلات تانية جديدة. خلي بالكم من نفسكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي.